احجبوا عن الحقيقة وما عرفتك وحرموني حتى من صورة خيال أتشوش يا يبا كل ما ذكرتك عندي عنك يا يبا أميت سؤال أميت سؤال أدري كل مخفي مسيرة ينكشف دام في هالدنيا إيمان وفهم أدري كل مخفي مسيرة ينكشف تكشف المستور وتظهر ما خفى عادت الأيام الدور تلف وتكشف المستور وتظهر ما خفى تكشف المستور وتظهر ما خفى ما خفى عهدي مني لك أواصل للأخير ما أوقف لين أعرف وش جرى ما يهموني عادي من الضمير عزم والخوف قطيته ورا عزم والخوف قطيته ورا محتزم بالحق ومكشوف الصدر وحدي في دربي ولي رب كريم محتزم بالحق ومكشوف الصدر وحدي في دربي ولي رب كريم وين ما امشي يباريني الخطر حاضري مبتور والخوف عظيم حاضري مبتور والخوف عظيم الو هلا طال عمرك هذا اللي بيتصل فيني هذا وانا موصيك انك تبلغني اول باول ايه سامحني بس ناطر لما توصلني الاخبار وما وصلني الخبر الا قبل شوي زين بشر مسكين الريال حاشته جلطه وحالته خطره وهو في العنايه المركزه الحين يعني هم بيعلقنا كم يوم ايه الظاهر كذي المهم ما علينا تابعني شيء ثاني؟ تابع الموضوع ومتأخر علي؟ إن شاء الله تامر أمر طال عمرك سلام عليكم
مسكين يا ابو سعد، الله يرحم حالنا وحالك. مبارك وين رايح؟ بروح شؤون اداريه ودي ملف. انزين اخذ هالملفين هذول معك. حاضر. مبارك واللي يعافيك لا تتاخر لان بروح ادفع الاجار. ما له داعي، لا تتعب حالك. شنو يعني؟ اجارك مدفوع 6 اشهر قدام. منو اللي دفعهم؟ عم منصور. ليش ما قلت لي؟ هذا اندريت. وبعدين العم منصور ما كان يبيك تعرف. لما قال لي روح ادفع الايجارات حسيت انه بحب قاسم وبعزه قوي وانه ما فيش اطيب منه. ولما سمعت منك دلوقتي انه متفق مع ابو سعد ومرتب معاه عشان يتوهنا بقيت محتار، هو طيب ولا شرير؟ بحب قاسم ولا بيكرهه؟ والله يا بلبل كلنا مثلك محتارين. طب ايه السبب ورا ده كله؟ وايه السر اللي مش عايز قاسم يعرفه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ها شو الأخبار؟ إن شاء الله مرتاح في السكن الجديد. الحمد لله. الحمد لله. على فكرة أنت باركتك حصة ولا للحين؟ أنا شنو أبارك لها؟ شنو أنت ما دريت؟ يبا حصة انخطبت. أنا حقيتها قالت لك ولا كان أنا بشرتك في يومها. المبارك حصة تستاهل كل خير. مشكورة انك علمتني عشان اروح ابارك لها. اي ضروري تروح تبارك لها، ترى حصة مثل اختك. بعد شوي اروح ابارك لها. تصدق عاد انا متعني للشركة بس عشان اقول لك هالخبر. كل جاسم باكر يسمع من غيري وتشرها علي، ما يصير. ما تقصر. توصي على شيء؟ تسلم. يلا فمان الله. فمان الله. كلمته وعنده خبر وقال حياهم الله بالوقت اللي تتفقون عليه. انا راح اقول حق براشد ان الجماعه ناطرين يوم الاثنين. يا حياكم الله. يا بعد قلبي عسى الله يوفقكم ان شاء الله ونشوف عرسهم عن قريب. هو مراشد غيرتي كلامك. هو وشنو الكلام اللي غيرته؟ البنيه ما تبي عرس الا لما تخلص دراستها اول. اي ادري بس انا قلت يمكن تغير رايها. الله يكتب لي في الصالح إن شاء الله يا رب. آمين. مع السلامة. مع السلامة. يا ربي يا حبيبي يا رب إنك تسعد بنيتي وتهنيها يا رب. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين هالغيبة؟ مبروك. على شنو؟ يعني معقولة ما تدرينش علي؟ هالأيام صاير لك؟ ليش قاعد تحاكيني كذي؟ مبروك على الخطبة. أي خطبة؟ خطبتك مع راشد.
انت من وين تجيب الاخبار هذه؟ تحلم بالليل تجي الصبح تحرني؟ اخوك سالم مرني المكتب وبشرني، قال لي ليش ما باركت الحصه على خطبتها؟ وانت بس؟ كل ما سلوم قطع لك حجوه بيطفرك، ياتي وقصيتني فيها؟ يعني انت ما تعرف سلوم؟ اكبر كذاب ربوة عصاص. يعني هالكلام ما له اساس؟ ما له اساس، ما له اساس. ونكرر التصرفات هاي معي مره ثانيه. من غير ما تسالني وتتاكد، بزعل عليك وما حاجيك طول عمري. سامحيني. أنا من سمعت بالخبر متقهر، كنت بموت، حسيت أنك بتضيعين من إيدي. زين خلاص مسموح. لو سمحت مكتب مبارك وين؟ اخر الممر على اليسار. يلا مشكور. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انت شايبك؟ مو قايلك لا توطوط هني عندي في المكتب؟ صارت عندي اخبار وقلت اخاف انك تبيها بسرعه. ما عرفت وين اجي لك، قلت ما اكون الا اروح الشركه خمس دقائق وامشي. تعال اقعد اقعد. قول ايش عندك؟ بديت انبشي شوي شوي لين قال لي انه كان يعرف منصور ايام ما كان حافي. وما قال لك هذا متى؟ يقول من بدايه الخمسينات. الخمسينات؟ على قولته. انزين رشود، انزين تكفى لا تحن، خلاص لا تأذيني. ان شاء الله ان شاء الله تلاقي العصر. يلا يلا لا تأذيني. يلا مع السلامة. سلم؟ تعال 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 تعال. ايش فيك يا مبرة؟ تعال ايش فيك؟ انت شلون بكل قوات عين تروح حق جاسم تقول اني مخطوبه؟ ما تستحي انت، ما تنتخي، متى تبطل حركات اليهال هذه؟ وين الغلط باللي سويته؟ ومتى صارت الخطبه صرت خشينا عن الناس؟ وبعدين جاسم ترى واحد منا وفينا، قلت اكيد اذا قلت له راح يفرح. ومن فرح صبي فرح نبي، يعني هذا يزاي حصه؟ هذا يزاي بفرح واحد منا وفينا؟ ايش فيك؟ واي واي بتموتني قهر، بتموتني قهر. اي خطبه اللي قاعد تحكي عنها؟ خطبتك من رشود. انت من وين جبت هالخبر؟ من قال لك اني مخطوبه حق راشد؟ امي، واذا عندك كلام خشي حقه. امي قالت لك؟ اي امي توها صادت دارها، واذا ما دلني دارها انا دليت، صعدي فوق يميني بيمين. باي. هاو؟ صج؟ انزين ام يوسف اكلمك تالي انا. يلا مع السلامه. شو الحكي اللي يقوله سالم؟ ايش قاعد يقول؟ اني مخطوبه حق راشد. للحين ما صار خطبه ولا شيء. هو يقول انت قايلت له؟ انا قلت له قريب تنخطب، ما قلت مخطوبه. شلون قريب نخطب؟ انا مو قايلت لكم بخلص بالجامعه بالاول؟ اي وان شاء الله هذا اللي بيصير. هي مش هالحكي، بروح سالم بيموتني قهر. يا حبيبتي لما جتنا ام راشد وكانت ناويه تخطبك حق ولدها، قلتي لي يمه انا ما ابي اتزوج الحين لين اخلص دراستي، وهذا اللي صار. رحت قلت لها نفس كلامك، وراحت شاورت الولد والابو ووافقوا وقالوا يبون خطبه الحين وراشد بينطرك لين تخلصين دراسه. بس انا مو موافقه.
مو على كيفك. شو مو على كيفي يما؟ احنا شاورناك وقلتي شرطك ورحنا قلنا للجماعة ووافقوا عليه، خلاص انتهى الموضوع. ما يصير يما الحكي هذا، ما يصير. الا يصير ونص. انا ما راح اوافق عليه لو شنو يصير. غصب عليك متزوجين، احنا مو لعبة بيدك. شفيك هاليومين؟ أشوفك متضايقة ومتكدرة. أنا قلت لا طلعنا من البيت هناك بتستانسين وبتغير نفسيتك. أبد أشوف ما في شيء تغير. سلامتك يا أخوي، تفضل. تسلمي. اكتشفت أن الوفاء عند الناس جليل، بسرعة يصدقون الإشاعات والكلام الشين على اللي يحبونهم حتى قبل لا يتأكدون. دي صاير معاك شيء جديد؟ أول ما ركبوا تليفوني هني بالشقة دقيت على رفيجتي لطيفة، قلت خلنا أسلم عليها. زين. لقيتها حيل مشحونة ضدي ومصدقة كل كلام اللي قالوا عني، ولمحت لي إنه ما تبيني أتصل فيها مرة ثانية. وانت ما وضحتي لها؟ وضحت لها بس كنت وايد مقهوره منها فما عرفت شنو ارد عليها. تصبري وانا اخوك، ترى بالنهايه ما يصح الا الصحيح. فيش يا بي؟ عسى ما شهر. ها ليش تبكي؟ ما فيني شيء يبا. تخشين عن ابوك؟ انتوا اللي خشيتوا عني، ما سألتوني حتى ولا شاورتوني. ايش خشينا عنك يا بي؟ علميني ايش السالفه؟ شلون توافقون على خطبتي من غير ما تشاوروني؟ شنو يبا انا ما عندي راي؟ عجيبه. أمك قالت لي انها شاورتك وانت موافقه وما عندك مانع، بس بشرط تكملين دراستك. وامك انقلت لهم شرطك وهم موافقين؟ لا يبا ما وافقت ولا راح اوافق، ولو ذبحوني بعد ما اوافق. زين خلاص يبا اهدي. انا بشوف امك الحين واعرف منها شو السالفه. اهدي بس. تعلميني سالفتك مع حصة؟ شنو في؟ صاير بعد؟ قاعدة تنوح بغرفتها. خلها تنوح. تنوح تنوح وتسكت. البنية مو موافقة على راشد. دلع بنات. أنا سألتها وقالت أنا عندي شرط. والناس وافقوا وأنا قلت لهم وخلاص. السالفة ما فيها رجعة. تقول لو تذبحوني ما وافق. ما عليك منها. لا تشغل بالك فيها وخلها علي.
أخوك لمتى بيظل على هالحال؟ اليوم بيكمل أسبوع وهو ما أكل ويانا لا غدا ولا عشاء. يما وليد صار بالمرة ما يكلمني، وش بنسوي؟ ما أدري، أنا خايفة هذه حطت له شيء. لا ما أعتقد، البنت ما رضت تتكلم حتى بالتليفون، حرام نظلمها بشيء مو فيها. أي السالفته؟ ظاهر إنه يحبها. شلون؟ إيه يما يحبها. خلونا نستعرض المعلومات اللي وصلنا لها ونحاول نركبهم على بعض ونشوف ايش يطلع معانا. حلو. أول معلومة عندنا هي إنه الوالد الله يرحمه كان يملك البيت اللي كنتوا ساكنين فيه. عدل. والمعلومة الأخيرة تقول إن العم منصور ما عنده ولا أرضي لأول الخمسينات. زين عيال، شلون نفسر المعلومات اللي وصلها لنا عمي منصور؟ لأن أبوي كان فقير وكان يشتغل صبي عنده. هو أبوي ليش سافر الهند؟ وشلون منصور الحافي المنتف قدر يشتري بيت كبير مثل بيتكم؟ إنزين شو صار غني بالفترة القصيرة هذه؟ ورث من أحد يصير له؟ تصدق عاد؟ لا حرث ولا ورث، تشك بوم ولا هو غني. شلون؟ شلون بحت؟ ريال نام فقير، قام من النوم ولا غني؟ حظ حظ. ما سمعت هذا اللي يقولونه عن الحظ؟ إن أقبلت بعض الحمام على الوتدي وإن أدبرت. شفيك؟ طبعا أنت شاهد على اللي صار. فعليك، شوف عيني ما حد قال لي. إنزين قبل لا يضحك للحظ كان عنده بيت ولا لا؟ هو ما كان عنده بيت، كان عنده بويت، بس الحين عنده أكبر بيت بالفريج. ما شاء الله، أول ما ضحك للحظ راح واشترى أكبر بيت؟ لا شرى ولا قال هالله، البيت صار ملكه وما دفع فيه بيزة واحدة. عجب السالفة هذه ولا بالحساوي. هي شو حظ، وانا اخوك حظ. الو الو، مساء الخير. مساء النور. عسى ما دقيت بوقت مو مناسب. تفضلي. اول شيء انا حابه اعتذر لك على المكالمه السابقه، حسيت نفسي انا وايد استعجلت وكلمتك بصوره مو زينه، بس صدقيني الوضع اللي حطتني فيه مها وضع مو طبيعي. انا اتمنى انك انت تسامحيني. لا حصل خير، السالفه هذه انا قطيتها ورا ظهري، بس أنا حاسة إنك أنتي للحين زعلانة علي. لا 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 زعلانة ولا شيء. بصراحة أنا بعد ما فكرت بكل اللي صار لقيتش ضحية من سوء فهم حق مها، وهي الله يهداها راحت وصلت كل شيء حق أمها وأخوها وصارت المشكلة، هما على بالهم إن أنتي للحين قاعد تتعمدين تقصين عليهم. أنا أدري إنك أنتي مو حابة تسولفين بهالموضوع، بس أنا داقي عليك عشان أول شيء أتأسف لك، وثاني شيء عشان أستأذنك بالشيء اللي راح أسويه. شنو راح تسوين؟ أنا ويا أروح لهم البيت وأشرح لهم كل شيء. لا لا لا، رجاء لا تروحين. أنا مثل ما قلت لك السالفة قطيتها ورا ظهري، وما يهمني الفهم اللي فهموه ولا يهمني يصلحونه ولا ما يصلحونه، أنا خلاص نسيتهم ومسحتهم من ذاكرتي. وأنا مصرة أني أروح، بس حبيت يكون عندك خبر. النتيجة اللي وصلنا لها أنه الوضع في بداية الخمسينات بين الوالد الله يرحمه وبين منصور كان العكس تماما. هذا الكلام صحيح، وجاسم غني والعم منصور هو الفقير. شلون؟ شلون الأمور كذي تغير واجتاحت تنقلب خلال فترة قصيرة؟ التفسير المنطقي يقول أنه العم منصور حد من قريبه مات وورث منه، وهذا الشيء لازم تأكد منه، أو إنه الوالد الله يرحمه فجأة كده خسر كل أملاكه واضطر إنه يبيع البيت. الشيء هذا لازم ندور عليه. إيه حياك باكر، وإن شاء الله ما يصير إلا اللي طيب خاطرك.
انت كريمة وانا استاهل. وادري ان ابو سالم ما بيقصر ولا ينسى العشرة. خلاص انا ناطرتك باكر. امرك باكر. مع السلامة. الله يسلم عمرك ويخلي لك عيالك. الله لا يسلم فيك مقز إبرة. أما بعينك متى تموتين ونفتك منك. نورة ها شفيت جايبة؟ ليش نايمة بالصالة؟ ماكو بس رتبت الصالة شوية وقلت أريح. دقيت عليك كم مرة قلت بشوفك إذا محتاجة شيء أو ناقصت شيء. التليفون كله مشغول. من كنتي تحاجين؟ لطيفة رفيجتي. اتصلتي فيها مرة ثانية؟ لا هي اللي اتصلت فيني. عسى ما غثتك بالكلام مثل المرة اللي فاتت. لا دقيت علي علشان تعتذر. زين يعني اقتنعت بكلامك. استأذنت مني انها تروح حق مها وامها علشان تكلمهم بالموضوع. ممتاز. بس انا قلت لها لا تروحين لان بصراحة ما يهمني اقتنعوا ولا ما اقتنعوا. ليش كان خليتيها تروح؟ قالت بروح. رضيتي ولا ما رضيتي؟ معناها الدنيا بخير وفيها ناس زينين ولو خليت خربت. علي شلونك؟ هلا والله شلونك طيب؟ طيب. بشر ايش عندك من اخبار؟ كل الاخبار الطيبه عندي. يقول احج. اقول لك البارحه كنت قاعد ويا سعود وسالته شلون منصور صار تاجر. اي وش قال لك؟ قال لي حظ. شلون يعني حظ؟ انا سالته هو ورث من احد يصير له؟ قال لي لا ورث ولا احرث. اي شلون قدر يشتري بيت محمد الراكد؟ هم سالته قال لي إنه ملكه من غير ما يشتري. حصة؟ حصة يما تأخرتي على الدوام. إذا أنت بين السايب ولا طرشة؟ يما شفيت؟ إيش فيني؟ أختك ما أدري إيش فيها متأخرة على الدوام. يما أختي دلوعة أنت إيش فيك؟ ما تعرفينها يعني؟ وخلاص لا تطقين وايد كذي بنام. حصة تفضل يا باشا. بقى احلى شويه شاي عندنا في القهوه هنا. شكرا. وادي الميه معايا كمان اهو. تسلم. مفيش اخبار؟ لا ازاي، في اخبار طبعا. امبارح الثلاثه شفتهم مجتمعين، جاسم ومبارك ونبيل. طبعا قدرت تلقط منهم حاجه؟ بصراحه هو مش قوي، انت عارف بقى زباين الليل وطلباتهم كتير، بس برضو انا لقطت شويه حاجات كده. يعني هم جابوا سيره ابو جاسم وبيت قديم كده واسمه منصور، قالوا يجي ثلاث مرات. صراحة بقى هو ده اللي انا قدرت اجيبه. كويس خالص، بس المرة الجاية صحصح معايا اكتر. طبعا يا باشا انا عيوني ليك، انت تأمرني. يعني اللي افهمه من كلام صاحبك ان عمي منصور ما شرى بيتنا. والمشكلة ان الكلام هذا يتناقض مع الوثيقة اللي عندي لعم منصور. صحيح. زين وبعدين؟ معنى الكلام هذا يا أما أبو سعد قاعد يلعب علينا أو أن الوثيقة مزورة.
شلون؟ مزورة؟ عندك تفسير ثالث؟ لا بصراحة ما عندي. شلون بنعرف؟ مالك اللي حصة تطلب من الوثيقة نشوفها وننسخها. شو عنده صلاح يعيكم صباح الله خير؟ بعدين اقول لك. زين تعال تريق. بعدين يا بنت الحلال لاحقين على الريوق، بس في شغله نسيتها فوق بروحها. اللي خلاهم يفكرون في موضوع البيت؟ ما حد يعرف عن الوثيقة إلا أبو سعيد. أبو سعيد ما وصلوا له. شيء غريب. شنو يعني؟ معقولة عرفوا على البيت؟ شلون؟ ما أدري. يقول سمعهم يسولفون عن البيت. أخاف جاسم قاعد يسولف لهم عن طلعته من البيت. يقول كانوا يتكلمون عن البيت القديم وعن أبو جاسم وعني. وش تفسر هذا؟ ما أدري والله ما أدري. ما بقى أحد يعرف إلا أبو سعد وأم عيسى. أبو سعد على كلامك ما وصلوا له، وأم عيسى ساكتة صار لها فوق 20 سنة. يعني مو معقولة بتتكلم الحين دام مسكتينها بفلوس. جاسم طلع مو سهل أبد. إحنا لازم نفتح عيوننا عدل، بغيته يتم هني تحت نظرنا. لكن أنت بعصبيتك اللي ما لها معنى طلعتي وخليتي يتصرف ويتحرك بعيد عن نظرنا. ها قلت لها؟ ما داومت. عسى ما شرب. ما ادري، ما قالت لحد. يمكن بعد شوي تداوم. يمكن. وليد؟ نعم يما. ما تريقت؟ ما اشتهي، بعدين انا متاخر.
إذا خلنا أسوي لك سندويتش أخذها معك. مشكورة يمه، لازم أمشي. الو هلا، صبحك الله بخير، طال عمرك. هلا، ها بشر، الريال طالع من المستشفى. جنازة؟ لا، حي، اخذوا عياله ودوه البيت. الله لا يبشرك بالخير. عيل وين اللي ما راح يطلع عليه الصبح وشالوا جنازة؟ لكن الشر عليان اللي اعتمدت عليك. وانا ايش علي طال عمرك؟ اذا الريال طلع بسبع ارواح. ألف الحمد لله على سلامتك يا يبا، ما تشوف شر إن شاء الله، ما تشوف شر. عسى الله يشافيك إن شاء الله يا يبا، عسى الله يشافيك. شوي 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 شوي. عسى الله يشافيك يا يوبا ويرد صوتك مثل أول وأحسن إن شاء الله. شوف رديتي على سوالفك، كلها قاعده وفاتشة حلجك والتحلبين. صدقين عاد، تخيلت ان البيت هذا كله ملكي وانا الامره الناهيه فيه، ومجاسم هي اللي تشتغل عندي وما تقدر ترفع عينها بعيني. وي وي وي، ديري بالك تسمعك وانت تقولين هالحكي ولا احد يسمعك ويوصل لها الكلام. ايش دعوة يا حافظ؟ حل حل بيعزونا عليه؟ وبعدين ماكو حد قاعد يسمع، ماكو الا انا وانتي، وعرفت زين ما تحبين تضريني. انزين، ولا صرتي غنية باكر، بتذكريني لو بتنسيني. تبين الصج؟ اي يا عمتي، ما راح اقرب يم الفقارة كلش، يا ربي ما احبهم، ما واطنهم. وبعدين بذمتك عاد. شبي فيك؟ شنو الشيء الزين اللي فيك اللي بيخليني اجاب الوجهك؟ هدومك المقطعه؟ ولا صوغك الرانجول؟ ولا وجهك المغبر؟ ولا ريحه البصل اللي لازقه فيك؟ واللي ولت حالاتك؟ هذا وانت فقيره مثلي وارده بعد وتقولين هالحكي، على باكر اللي صرتي غنيه ايش تبي تسوين؟ سليمه فكيتك والله. ها احنا لازم نخلص من موضوع الوثيقة، لازم نعرف تاريخ البيعة قبل ما يحس عمي منصور ويخشها بمكان ثاني. خلاص روح لها الحين. الحين عاد؟ اي بخير، البر عاجلة. تلقى عمي منصور ما يسأل ويقول ليش رحت لها؟
يا يبا رحت لها عشان تطمن عليها. وبعدين هذا انسب وقت العم منصور هني. يا عذر كلامك هذا انسب وقت فما الله. ابو سالم يسلم عليك ويقول ام عيسى تستاهل واحنا ما ننسى ربعنا الاولين. ويعسى الله يسلمه ويحفظه لكم طول عمره وفيه. بس احنا على شرطنا الاولي ما تغير. وانتي تعرفيني لو عدت وفيت عايلة بتنسين عنواننا. نسيتها من الحين. عفي عليك. يا وليدي انت جاسم؟ اي نعم خالتي معاك جاسم. سبحان الله كبرت وصرت تشبه ابوك الله يرحمه. ما خليت منه شيء. خالتي انت تعرفين ابوي؟ شفته مره ولا مرتين. وين شفتي خالتي؟ بالفريج. بالفريج خالتي ما قلتي لي شو اسمك.